بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأخوة والأخوات مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة عين. وفي هذا اللقاء الذي يجمع جامعة القصيم مع جامعة الحدود الشمالية ضمن دوري النهائيات لكرة الطائرة للجامعات السعودية، المباراة كما تشاهدون الأسماء: جامعة القصيم عبد المجيد الإبراهيم، عبد الله العقيل، عساف العواجي، سلطان الباهلي، صالح العازمي، عبد الرحمن عبد الله، عمر المنيع، معاذ علي، صالح السعيد، عازم النويصر. هذا هو فريق جامعة القصيم. بالنسبة للأسماء اللي واضحة على الشاشة الآن، لاعب الليبرو هو اللاعب صالح العازمي، لاعب الليبرو لاعب رقم واحد. والجانب الآخر هناك جامعة الحدود الشمالية: فادي الشمري رقم 16، يزيد العنزي رقم 7، سامي الشمري رقم 11، عبد الله العنزي رقم 3، وليد الشمري 9، خلف الشمري 5، محمد فاضل العنزي 19، عبد العزيز الشمري 6، علي العنزي 10، يزيد العنزي 13، عيد العنزي 12، ناصر الحربي رقم 14. بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء، لقاء الذي طبعا في تحديد المراكز. وكما تشاهدون الآن جامعة القصيم الإجراءات النهائية لدخول اللاعبين لأرضية الملعب. راح نشوف الستة بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية. هنا الآن الحكم الثاني يعطي الإشارة للاعبين، وقوف اللاعبين بشكل سليم في أرضية الملعب وداخل المناطق. الإرسال لجامعة الحدود الشمالية، الإرسال والاستقبال الأول، وهنا ضربة ناجحة لجامعة القصيم الحدود الشمالية، لجامعة الحدود الشمالية ضربة ناجحة لجامعة الحدود الشمالية باللون الأبيض واللون الأزرق لجامعة أو اللون الكحلي لجامعة القصيم. للمرة الثانية ضربة ولكن حائط صد ناجح، للمرة الثالثة أيضا ولكن دخول، ولكن في لمسة شبكة، في لمس شبكة على اللاعب عبد الله العقيل من جامعة القصيم. 2-0 الآن، الحدود الشمالية تتقدم مع بداية هذه المباراة الشوط الأول. إرسال مركز واستقبال ناجح، وهنا محاولة عبد الله العقيل، لكن الكرة وين؟ حاول الهروب لكن إلى خارج الملعب الكرة، وبالتالي وبداية قوية 3-0 للحدود الشمالية مع بداية هذه المباراة. إرسال واستقبال ناجح هذه المرة، كرة سريعة ولكن دفاعات ناجحة. الآن مرة أخرى ضربة، الله، ضربة ناجحة أيضا على التوالي، 4 نقاط. شوف الإعادة، الإعادة بالبطيء، لاحظ عدم تماسك حائط الصد، وبالتالي الكرة داخل الملعب. هنا الآن استقبال، كرة سريعة ومحاولة، كرة كان بالإمكان أحسن بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية، لكن طبعا أول النقاط لجامعة القصيم. هنا الإرسال الآن، جامعة القصيم استقبال الكرة الأولى غير جيد، وبالتالي الكرة غير ناجحة، تعود مرة أخرى، كرة سهلة لكن أيضا تعود لجامعة القصيم. والعقيل أو اللاعب عساف العواجي، عساف رقم 11، يضيع كرة سهلة، ونقطة خامسة لجامعة الحدود الشمالية. هنا إرسال طاير لكن وين؟ إلى خارج الملعب، ونقطة لمصلحة جامعة القصيم. ستة اثنين أو 2-6. هنا استقبال أيضا غير جيد، شوف الكرة، الاستقبال مهم جدا
ولكن تعود سالة لجامعة قسيم، وهنا ضربة ولا الكرة غير عابرة من اللاعب عساف العواجي إلى داخل الملعب ونقطة. شوف الإعادة مرة أخرى، شوف الإعادة، ضربة غير ناجحة داخل الشبكة والنقطة الرقم 6 الآن. إرسال واستقبال كرة أولى ومحاولة ناجحة لكن في لمس الشبكة على حائط الصد، لمسة على اللاعب رقم 11 على سامي نافع الشمري، وبالتالي نقطة الثلاثة لجامعة القصيم. إرسال وهنا إرسال ولكن استقبال جيد هذه لاحظ الكرة سريعة لكن دفاعات ناجحة، دفاعات ناجحة والمحاولة القنيصي لكن الكرة غير عابرة، كرة فور باسس بالتالي أربع كرة غير عابرة، الكرة الرابعة لم تعبر الشبكة وبالتالي النقطة رقم 7. إرسال واستقبال وهنا أيضا اللاعب معد الفريق عبد المجيد السحباني لم ينجح في الكرة الماضية. 8-3 الآن، تقدم جيد لجامعة الحدود الشمالية. مرة أخرى جامعة القصيم، هنا القنيصي يلعب الكرة لكن وين؟ على حساب الملعب بليسنج لكن إلى خارج الملعب، عبد الرحمن القنيصي إلى خارج الملعب، وتسعة مقابل ثلاثة. إذن فارق جيد من النقاط الآن جامعة الحدود الشمالية. شوف الاستقبال وضربة ناجحة هذه المرة، ضربة ناجحة هذه المرة لمصلحة جامعة القصيم. هنا الإرسال القنيص، أوه إرسال خاطئ، إرسال خاطئ أيضا، يعني القصيم في حاجة مثل هذه الكرات، وكرة سهلة تضيع. استقبال مرة ثانية، كرة سريعة وبليسنج تعود للمرة الثالثة أيضا كرة سهلة، ولكن اللاعب عمر المنيع يلعب الكرة داخل الملعب. سلطان الباهلي الآن إلى أرضية الملعب جامعة القصيم، طبعا تبديل من اللاعب الحر، وهنا استقبال وكرة سريعة، ضربة ناجحة، ضربة ناجحة من عايد العنزي، عايد ينجح في الكرة. شوف الإعادة بالبطيء، هذا عايد وضربة لكن بدون حائط صد، طبعا ليست سريعة ولا عالية، الكرة سريعة في المنتصف، وهنا استقبال الكرة الأولى أيضا غير ناجحة، والمحاولة هنا عند اللاعب عبدالله العقيل لكن مرة أخرى دفاعات ناجحة، تعود سهلة الآن، تعود سهلة العقيل وضربة ناجحة ولكن دفاع اللاعب الليبرو، تعود مرة أخرى أيضا عبدالله والدفاع وكرة سريعة ولكن حائط الصد هذه المرة من سلطان الباهلي، ونقطة رقم 6. تحسن الأداء بالنسبة لجامعة القصيم الآن، تقلص الفارق إلى 5 نقاط. هنا إرسال وإرسال مركز واستقبال وكرة سريعة ولكن حائط الصد هذه المرة، ينجح السلطان الباهلي نقطتين على التوالي من هذا اللاعب من مركز 3 لمصلحة جامعة القصيم. إرسال المرة أخرى وهنا الإرسال ولكن لاحظ الاستقبال غير جيد وبالتالي تعود الكرة صعبة على جامعة الحدود الشمالية، وهنا الآن العقيل وضربة ودفاعات وأيضا للمرة الثانية تعود كرة سهلة، استقبال والمين إلى العقيل، الله 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 على الكرة الماضية، لقطة رائعة جدا، لقطة رائعة من عبدالله العقيل، لقطة شوف 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 عبدالله بدون حائط صد، دون حائط صد وبالتالي كان الملعب مكشوف أمام، وهنا تدخل الآن مدرب الحدود الشمالية لإيقاف نزيف النقاط. إذن انتهى الوقت المستقطع.
لمصلحة الحدود الشمالية في محاولة للعودة للفارق. كان هناك فارق 7 نقاط، الآن أصبح الفارق 3 نقاط، وبالتالي هنا تدخل المدرب طبعا إيقاف نزيف النقاط، ولا زال الإرسال لدى جامعة القصيم. الآن هنا الإرسال، وإرسال مركز واستقبال غير جيد، لكن هنا ضربة وكوين، وين يا الشمري، بعيدة كل البعد عن الملعب لمصلحة جامعة القصيم. إذن الشوط الآن متكافئ، عودة القصيم والإرسال مرة ثانية، لكن استقبال جيد هذه المرة، وهنا محاولة بليسنج لكن كرة سهلة جدا، ومحاولة الآن عساف العواجي ويلعبها كرة تعود سهلة. الآن استقبال العواجي والكرة سريعة، ولكن حائط الصد قراءة جيدة مرة أخرى صعبة أيضا، سهلة تعود للمرة الثالثة الآن، واستقبال ودفاعات ناجحة مرة ثانية. ضربة من اللاعب عبد الله العقيل، ولكن دفاعات الحدود الشمالية وكرة سريعة، نعم، لكن وين؟ إلى خارج الملعب لعبها، لكن إلى خارج الملعب. إرسال، وهنا استقبال الآن العقيل، ولكن حائط الصد أو العواجي، عساف العواجي في كرة سهلة ضاعت، و13 مقابل 9، يعود الفارق الآن إلى 4 نقاط. هنا إرسال واستقبال غير جيد، والمحاولة هنا الآن بليسنج لعبها في المكان الخالي، لكن دفاعات ناجحة، وهنا ضربة ناجحة، لكن وين الكرة؟ غير ناجحة، إلى خارج ملعب من اللاعب عايد العنزي لعبها، لكن إلى خارج الحدود. 10-13، لا زال الفارق 3 نقاط. هنا إرسال مركز ونقطة لمصلحة جامعة الحدود الشمالية، خارج الملعب إذا إرسال خاطئ. هنا كرة سهلة جدا، استقبال ضربة، لعبها وين؟ في شبكة، في لمسة على اللاعب وليد محمد الشمري إلى خارج الملعب. 14-11 أو 11-14، جامعة القصيم الآن. هنا استقبال لاعب الليبرو زيد، حائط الصد إلى خارج الملعب، اللاعب رقم 15. لمصلحة الحدود الشمالية. هنا إرسال الآن. الاستقبال كرة سريعة نعم داخل وناجحة من مركز 3 عند اللاعب عمر المنيع. شوف الإعادة، كرة سريعة مركز 3، وعمر المنيع يضع الكرة في المكان الخالي، والنقطة رقم 12 للقصيم. هنا استقبال الآن، كرة سهلة تعود مرة أخرى جامعة القصيم، ضربة ناجحة لكن دفاعات للمرة الثانية، كرة داخل الملعب، الحكم يقول كرة داخل الملعب، وبالتالي نقطة لمصلحة الحدود الشمالية. أيضا نقطة لمصلحة القصيم الآن، خطأ في الإرسال، كثرة الأخطاء في الإرسال، وبالتالي هنا الآن تعود كرة سريعة لعبها، لكن الدفاعات مرة أخرى تعود سهلة لجامعة الحدود الشمالية، وضربة سريعة ولكن دفاعات أيضا لعبها سهلة جدا، وهنا اللاعب عايد يلعب الكرة، والمرة الثالثة الآن العقيل، ولكن الدفاعات ناجحة للمرة الثالثة، مرة أخرى تدور الكرة والعقيل المرة هذه ينجح، حاول معها اللاعب رقم 1، القنيصي على الإرسال عبد الرحمن،
وهنا كرة سريعة، ضربة ناجحة، نعم، لكن لا، إلى خارج الملعب، إلى خارج ملعب اللاعب رقم 15. كرة سريعة أيضا لعبها بعيدة عن حائط الصد، لكن إلى خارج ملعب. تعادل، أول تعادل، أول تعادل الفريقين. عودة القصيم، هنا إرسال، استقبال وضربة أيضا غير ناجحة. جامعة القصيم الحدود الشمالية تقدم لأول مرة، تتقدم جامعة القصيم. شوف العودة الجيدة لجامعة القصيم، رغم أن الفارق كان 10 نقاط في الثلث الأول، 7 نقاط، لكن الآن يعود للمباراة، وأعتقد أنه لن يفرط بسهولة في هذا الشوط. وكرة سهلة جدا في غفلة دفاعية من القصيم، ونقطة التعادل 17-17. كرة الوين إلى خارج الملعب، 18-17، تربنا على المنعطف الأخير الآن من الشوط. إرسال مركز، واستقبال غير جيد، واستقبال غير جيد، واستقبال غير جيد. كرة وين؟ إلى خارج الملعب. الاستقبال وأهمية الكرة الأولى في الـ في الـ في, في الـ الاستقبال، وبالتالي صعب المهمة، ونقطة الآن أصبح الفارق نقطتين. إذا جامعة القصيم تقترب إلى الهبوط في المدرج الشوط الأول، وهنا ضربة ولكن دفاعات ناجحة، دفاعات ناجحة، اللعبة إلى العقيل، لكن مرة أخرى وحائط صد رائع جدا، حائط ثنائي، حائط ثنائي رائع جدا من عبد المجيد السحباني واللاعب سلطان الباهلي. إذن ثنائي، شوف الحائط الصد، شوف الثنائي، لعبة رائعة. وإن كان عبد المجيد السحباني ينجح، وهنا تدخل أيضا مدرب ويطلب وقت مستقطع، مدرب جامعة الحدود الشمالية. توجيهات المدرب زعلان لأنه كان متقدم بفارق جيد من النقاط، ولكن يعود الآن ويتعادل القصيم ثم يتقدم بفارق 3 نقاط. أعتقد المهمة صعبت على جامعة الحدود الشمالية، صعبت لأنه كان فارق 7 نقاط، الآن يعود الفريق الآخر، الآن أصبح الفارق 10 نقاط، يعني يعتبر 10 نقاط، لأنه هنا كرة سهلة الآن، والمحاولة بليسنج إلى عايد، وضربة ناجحة، لكن دفاعات مرة ثانية العقيل، لاحظوا الدفاع ينجح في التصدي الكرة الماضية، تعود سهلة إلى عايد، استقبال وهنا ضربة، لكن وين يا اللاعب عبد المجيد السحيباني. عبد المجيد طبعا هو معد الفريق، لكن الكرة حاول يلعب الكرة لكن إلى خارج الحدود. 18-20، المنعطف الأخير في الشوط الأول، شوط متكافئ، إلى خارج ملعب، ووقت وضاعة إرسال في وقت غير جيد. 21 يقترب الآن جامعة القصيم. هنا إرسال جامعة القصيم، ونقطة مباشرة، نقطة مباشرة عند اللاعب عبد المجيد السحباني. عبد المجيد يلعب كرة أو إرسال مركز ويخطف نقطة مباشرة. هذه المرة لا، لعبها في الزاوية البعيدة، يعني في زوايا الملعب، لكن طبعا إلى خارج الحدود. 9-22، أعتقد هذه النقطة مهمة جدا. 19-22، وبالتالي هنا الآن مهمة الإرسال واستقبال وكرة سريعة، الله، كرة رائعة جدا، سريعة من مركز 3 من اللاعب سلطان الباهلي. هذا سلطان، نعم، يلعب الكرة فوق الجميع، ونقطة لمصلحة القصيم. هنا إرسال الآن،
اعتقد الجامعة القصيم عودتها في الثلث الاخير كان جيد جدا، والكرة في حائط الصد هذه المرة الى خارج ملعب من عبد الرحمن القنيصي. 23-20 هنا استقبال، كرة سالة ونعم الى خارج الملعب، الى خارج الملعب، ضربة غير ناجحة من اللاعب الباهلي، وهنا تدخل المدرب القصيم وطلب وقت مستقطع. إذا انتهى الوقت المستقطع الذي طلبه مدرب الجامعة القصيم في محاولة لطبعا عدم تقدم أو الاقتراب من جامعة الحدود الشمالية. هنا كرة سريعة، هنا عبد الرحمن، والكرة من حائط الصد داخل الملعب. 22 شوط متكافئ إلى حد كبير، التعادل 22-23. إرسال مهم، وهنا استقبال والكرة والضربة، لكن وين؟ في لمس، في لمس شبك، نعم في لمس شبك، وبالتالي النقطة 24-22. إرسال واستقبال ناجح هذه المرة، والضربة بيدي لا بيدي عمرو، بيدي لا بيدي عمرو اللاعب ناصر الحربي، كرة سهلة جدا، ومعها ينتهي الشوط الأول بتقدم جامعة القصيم 25-22. إذن عودة للشوط الثاني من هذه المباراة التي شهدت تفوق جامعة القصيم في الشوط الأول ب 25-22، بعد أن كان جامعة الحدود الشمالية متفوق مع بداية الثلث الأول. هنا إرسال ونقطة رائعة جدا من اللاعب عبد المجيد الصحباني، والإرسال والنقطة الأولى لجامعة القصيم. إرسال عبد المجيد واستقبال غير جيد، سهلة جدا، سهلة من عبد الله العقيل، عبد الله العقيل يضع النقطة أو البلوك في المكان الخالي، وبالتالي النقطة رقم 2. هنا إرسال مركز، شوف الاستقبال، هنا استقبال جيد، شوف الاستقبال وضربة، لكن وين 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 يا وليد؟ وليد حاول لكن طبعا بعيد عن الملعب كل البعد، وبالتالي ارسال من جديد لجامعة القصيم. هنا استقبال، ارسال جيد واستقبال جيد ايضا، وهنا محاولة لكن الى خارج ملعب عايد العنزي في محاولة الضربة. شوف عايد مرة ثانية، لاحظ رغم حائط الصد الا ان الكرة ارتدت من حائط الصد الى خارج الملعب. 3-1، هنا ارسال وشوف الاستقبال وكرة سريعة، نعم نعم اللاعب سلطان الباهلي من مركز 3، لاحظ كرة سريعة، اعداد كويس، استقبال الكرة الاولى، كل المعطيات تشير ان الكرة راح تسجل نقطة لجامعة القصيم. الاستقبال جيد، اعداد جيد، ومن مركز 3 في السريع يسجل نقطة رابعة. هنا محاولة سهلة جدا، تعود مرة اخرى وضربة سهلة، دفاع ناجح، وهنا محاولة لكن حائط أو دفاعات القصيم الضربة تعود سهلة مرة أخرى جامعة الحدود الشمالية، لكن غير استغلال، غير الآن
غير اللاعب عمر المنيع يلعب كرة سهلة جدا، ولكن هنا أيضا تعود، شوف الكرة تعود وضربة ناجحة إلى خارج ملعب، لكن فيه لمسة شبك أو في تطش الكرة عند حائط الصد، وبالتالي جامعة القصيم 5-1. إرسال الباهلي واستقبال كرة غير جيد الأولى، مشكلة جامعة الحدود الشمالية في الاستقبال الكرة الأولى. أيضا حائط الصد، اللاعب رقم 18 و اللاعب عايد كرة من جديد الآن 6-1، ولعبها وين؟ إلى خارج الملعب بلا عنوان، جاء أن جامعة القصيم تتقدم فارق 6 نقاط الآن. سبحان الله، يعني اللي حدث الشوط الأول هو الآن يحدث لجامعة القصيم العكس. لكن جامعة القصيم، وهذا إرسال خاطئ، لكن جامعة القصيم عادت في الثلث الأخير أو في الثلث الثاني من الشوط، ثم عاد للنتيجة وثم تقدم وأنهى الشوط لمصلحته. هل نشاهد هذا في جامعة الحدود الشمالية للعودة للشوط وللمباراة أيضا؟ هنا إرسال الآن، ولكن شوف إرسال بلا تركيز، إرسال بلا تركيز إلى خارج الملعب. 8-2 فارق جيد للنقاط والثلث الأول. نحن طبعا لجامعة القصيم محاولة إلى الباهلي، وإرسال واستقبال ومحاولة سهلة جدا تعود مرة أخرى. هنا اللاعب عمر المنيع، ولكن في لمس طبعا احتكت الكرة بالمدافع، والكرة أو النقطة رقم 9، والإرسال من جديد. هنا كرة أولى ناجحة، واللعب كرة بليسنج ودفاعات، هل تعود سهلة إلى جامعة الحدود الشمالية؟ كان بالإمكان أحسن مما كان في اللقطة الماضية بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية. 10-2، لعب إرسال لكن وين؟ بلا تركيز وبعيد عن الملعب، والنقطة رقم 3. إن أراد العودة للشوط بالنسبة لجامعة الحدود علي المحافظة على الإرسال، وهنا استقبال الكرة الأولى القنيصي وتعود سهلة جدا مرة أخرى، وضربة ناجحة لا سهلة جدا عند اللاعب رقم 15 سهلة، وبالتالي وقت مستقطع الآن أيضا، ولا لا وفي تغيير دخول اللاعب رقم 17. وخروج اللاعب رقم 15. هنا إرسال خاطئ أيضا. الإرسال خاطئ على جامعة القصيم 4-11. هنا إرسال واستقبال. عبد الرحمن قنيصي تعود سهلة جدا. هنا إعداد، ولكن الحدود الشمالية دفاعات ناجحة، وضربة إلى عايد، ضربة رائعة جدا، ونقطة لمصلحة جامعة الحدود الشمالية. تغيير الآن جامعة القصيم، دخول اللاعب رقم 8 خالد السعيد، صالح السعيد، وعلى طبعا الإرسال من جديد، وتخلص الفارق إلى 6 نقاط. في وقت غير جيد خطأ في الإرسال. خطأ في الإرسال 12-5. هذا فهد عبد الرحمن، وحائط صد رائع جدا. نعم، حائط صد رائع من جامعة القصيم، حائط الثنائي اللاعب سلطان الباهلي يشكل حائط صد منيع لجامعة القصيم.
هنا استقبال جيد وكرة سريعة لكن غير التنفيذ لم يكن بالشكل الصحيح. سامي نافع حاول في الكرة الماضية لكن طبعا هنا أيضا تدخل المدرب وطلب وقت مستقطع بفارق كبير من النقاط. أعتقد الشوط هذا يعني في طريقه إلى جامعة القصيم. إذن انتهى الوقت المستقطع في محاولة لمدرب الحدود الشمالية لإعادة ترتيب الصفوف ولكن الفارق الآن أصبح كبير جدا في النقاط. هنا استقبال والإعداد والضربة. أوه في لمس شبكة نعم على اللاعب رقم 9 على عبد المجيد السحباني وبالتالي ينجح المدرب الآن في إيقاف النقاط بالنسبة لجامعة القصيم. الآن إرسال الحدود الشمالية استقبال رائع جدا ولعبة سريعة لكن غير آبا نعم فور باسس وبالتالي الكرة الرابعة لم تعبر الشبكة ونقطة رقم 7 خلص الفارق إلى 7 نقاط الآن. هنا استقبال جامعة القصيم الآن والضربة أوه 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 لكن في لمس كما يشير الحكم انه في لمس من حائط الصد وبالتالي 15 مقابل 7. عيسى العواجي على عساف العواجي الاستقبال جامعة الحدود الشمالية والله ضربة اوه اوه وين 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 حاول هروب على من حائط الصد لكن على حساب الكرة والملعب إلى خارج الحدود. هنا إرسال والاستقبال جامعة الحدود وضربة ولكن دفاع ناجح كرة سريعة رائعة جدا سريعة كرة ناجحة من اللاعب عبد الله العقيل. شوف الكرة خادعة لحائط الصد ونقطة 17 مقابل 7 والشوط طبعا 10 نقاط صعبت المهمة أصعب وأصعب على جامعة الحدود. أوه لعبة قوية وناجحة من اللاعب سامي نافع. إرسال الآن لمصلحة جامعة الحدود الشمالية. هنا استقبال وكرة ضربة ناجحة والدفاعات الغير ناجحة تعود سهلة لا نقطة لمصلحة القصيم 18-8 لازال محافظ طبعا صعب جدا اللحاق بمثل هذه النتيجة الفارق 10 نقاط صعبت مهمة جامعة الحدود الشمالية. إذن علي التفكير في الشوط الثالث العودة للمباراة من خلال الشوط الثالث. أعتقد هذا الشوط صعب جدا صعب في لمس شبك على حائط الصد 9-18 إرسال استقبال ناجح وكرة سريعة لكن قراءة رائعة جدا من حائط الصد قراءة رائعة جدا من حائط الصد وبالتالي 10 مقابل 18 هنا استقبال ضربة ناجحة داخل الملعب نعم داخل ضربة ناجحة لمصلحة القصيم. لاحظ شوف المركز 4 ولعبة من القنيصي
هنا إرسال وإرسال قوي ونقطة لمصلحة جامعة القصيم. هل هو 20 أو 21؟ 20 مقابل 10. خلاص الشوط يقترب لمصلحة القصيم. كرة سهلة، هنا استقبال سهل أيضا، والقنيصي يضرب بقوة وفي حائط الصد إلى خارج الملعب، والنقطة 21. هنا إرسال من جديد لمصلحة القصيم، إرسال مركز واستقبال وكرة وين إلى خارج الملعب، انهيار تام في جامعة الحدود الشمالية رغم أن كانوا عدوا الشوط الأول بشكل جيد، كانوا متقدمين، وهنا تدخل المدرب ويطلب وقت مستقطع لجامعة الحدود الشمالية. أعتقد صعب المهمة، صعب جدا في هذا الشوط. إذا انتهى الوقت المستقطع وعودة للمباراة، والفارق في 12 نقطة الآن، وجامعة القصيم تقترب من المدرج الثاني في هذه المباراة، وإن كان على جامعة الحدود الشمالية التفكير في الشوط الثالث. وإرسال خاطئ، إرسال خاطئ ونقطة لمصلحة جامعة الحدود الشمالية. في تغييرات أيضا لجامعة الحدود الشمالية، هنا الإرسال والإرسال سهل جدا، شوف الكرة سريعة، كرة سريعة ودفاعات ناجحة مرة أخرى، سهلة سهلة تعود الجامعة. أوه الله على الكرة الماضية، كانت سهلة جدا، كان بالإمكان أحسن مما كان لجامعة الحدود الشمالية، ولكن الاتكالية وعدم التركيز أدت إلى النقطة 23. شوف الاستقبال أيضا، تعود مرة أخرى سهلة، والإعداد ضربة ناجحة من اللاعب صالح السعي. 24 نقطة الشوط الآن عند جامعة القصيم، انهيار تام لجامعة الحدود الشمالية رغم الأداء الجيد في الشوط الأول. هنا إرسال خاطئ أيضا من جديد، إرسال نقطة الشوط، هنا استقبال وغير جيد، والنقطة 13. كرة وين إلى خارج ملعب، وينهي الشوط جامعة القصيم 25 مقابل 13، بعد سيطرة تامة على مجريات هذا الشوط لمصلحة جامعة القصيم. إذن متبقي هل نشاهد شوط ثالث وتنهي المباراة، أم شوط رابع وتمتد المباراة من خلال الشوط القادم إن شاء الله. إذن عودة مرة أخرى مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة عين، وهذه المباراة تحديدا في بطولة الجامعات أو نهائي الجامعات لكرة الطائرة التي تستضيفها جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والتي تتنافس عليها 8 فرق في طبعا هذه البطولة، الدور النهائي لدوري الجامعات. 8 فرق وصلت للدور النهائي، وهنا استقبال كرة سريعة ولكن الدفاعات ناجحة، تعود مرة أخرى جامعة القصيم، كرة سهلة، كرة سهلة على استفادة منها جامعة الحدود. في لمس شبك كروس، نعم دخول على الملعب، وبالتالي نقطة لمصلحة الحدود
الشمالي. أول النقاط على التفكير في العودة للمباراة من خلال هذا الشوط أو الخروج واللعب على تحديد المراكز من خلال مباريات الغد. كرة ملعوبة، دفاع ناجح، تعود مرة أخرى سهلة لجامعة الحدود الشمالية، وهنا إلى وين؟ إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. واحد واحد، هنا إرسال، شوف الاستقبال جيد، وكرة سريعة، نعم كرة سريعة مباغتة لكنها سهلة، حاول معها المدافع لكن الكرة ذهبت لمصلحة جامعة الحدود الشمالية. 2-1، هنا استقبال جامعة القصيم وضربة السهل الممتنع، تعود سهلة جدا في لمس الخط، أيضا إشارة الحكم الثاني. لاحظ المدرب مع الحكم الثاني في الكرة الماضية. إرسال جامعة القصيم، لاحظ الاستقبال الكرة ونقطة لمصلحة القصيم. 3-2 الآن، هل نشاهد شوط رابع أو تنتهي المباراة في 3-3؟ هنا إرسال وكرة خادعة في الشبكة ونقطة الرابعة للقصيم. إرسال مركز واستقبال ناجح والمحاولة، لكن حائط الصد داخل الملعب، داخل الملعب، داخل الملعب، حائط صد ناجح ثنائي من فهد واللاعب العقيل أو اللاعب السحباني. 5-2 الآن، شوفوا الاستقبال الغير ناجح ولكن تعود سهلة، وأيضا الإعداد الغير ناجح والنقطة. هنا وليد محمد في محاولة غير ناجحة. 6-2 الآن، وهنا استقبال، اللاعب رقم 19 يلعب كرة بلا عنوان، اللاعب محمد فاضل العنزي يلعب كرة، وإرسال مركز واستقبال هذه مرة ناجح ومحاولة، إلى وين؟ لا، في لمسة، في لمسة من حائط الصد، وبالتالي هنا تغيير أيضا لجامعة الحدود الشمالية وجامعة القصيم. إرسال واستقبال جامعة القصيم، هنا محاولة، وين؟ محاولة من اللاعب عبد الرحمن القنيصي، لكن عبد الرحمن في الشبكة، والنقطة رقم 4 الآن. هنا إرسال مركز واستقبال غير جيد، لاحظ والكرة لوين؟ الدفاعات القصيم يلعبها لكن في لمس شبكة، في لمس شبكة، دخول على الملعب، وبالتالي النقطة رقم 8. هنا الإرسال وإرسال غير ناجح أو الاستقبال غير ناجح، تعود مرة أخرى سهلة جدا، واستقبال كرة سريعة ودفاعات ناجحة هذه المرة، أيضا استلام والكرة عند عبد الرحمن، عبد الرحمن وحائط الصد، حكم ربما في نشاهد في انذار في اعتراض بطريقة غير جيدة، لكن طبعا 9-4 الآن، الحكم يحاول يهدي اللاعب، اللاعب وليد محمد الشمري في اللقطة الماضية. هنا الآن إرسال واستقبال رائع جدا وداخل الملعب، نعم داخل الملعب، 10-4،
10 مقابل 4. هنا إرسال خاطئ، إرسال خاطئ لمصلحة جامعة الحدود الشمالية، 5-10. هنا استقبال، نشوف استقبال الغير ناجح من اللاعب الليبرو، من اللاعب صالح العازمي، وبالتالي النقطة من جديد لجامعة الحدود الشمالية. قلص الفارق إلى 4 الآن، وأيضا إرسال خاطئ، محاولة إرسال طائر لكن طبعا خاطئ، ونقطة لجامعة القصيم. كثرة الأخطاء في الإرسال أيضا من الفريقين. إرسال واستقبال، هنا محاولة لعب رقم 17، لعبها وين؟ لعبها بلا اتفاق إلى خارج الملعب، وزعلان الكرة، وزعلان على الإعداد الكرة، يقول الكرة لم تكن بالشكل المطلوب، وبالتالي الكرة ذهبت إلى خارج الملعب. كرة سهلة تعود لجامعة القصيم الآن، والعقيل، وفي لمس شبكة على اللاعب رقم 11 على سامي نافع، خطأ على سامي، وبالتالي 13-6. هنا بلوك ناجح، وسارة تعود إلى جامعة الحدود الشمالية الآن. هنا ضربة ولكن دفاعات ناجحة، والعقيل، وحائط الصد داخل الملعب. نعم، حائط صد ناجح هذه المرة وينجح ويقلص. شوف الحائط الصد، لاحظ حائط الصد، نعم حائط صد ناجح جدا من اللاعب رقم 11 سامي نافع لجامعة الحدود الشمالية. ضربة، أوه إلى وين؟ حاول هروب إلى خارج الملعب، حاول الابتعاد عن حائط الصد، لكن طبعا الكرة ذهبت إلى خارج الحدود. شوف الاستقبال، كرة الأولى غير ناجح، تعود سهلة ولا لا؟ سهلة جدا، هل يستفيد منها؟ كرة محاولة لكن حائط صد، رائع ثنائي من اللاعب عساف العواجي واللاعب عبد المجيد السحباني. أربعة عشر ثمانية الشوط، أو المباراة تقترب إلى جامعة القصيم. شوف الإرسال مركز، واستقبال صعب جدا، أوه لكن في لمسة، نعم لمسة من حائط الصد، لمس من حائط الصد، وبالتالي يشير الحكم إلى نقطة لمصلحة الحدود الشمالية. أربعة عشر تسعة، وإرسال، هنا استقبال الغير جيد، تعود سهلة جدا مرة أخرى، هل يستفيد منها جامعة؟ كرة سريعة، كرة سريعة لكن طبعا لم تكن بشكل مطلوب، ولعبها بليسنج، تعود سهلة أيضا لجامعة القصيم، وهنا العقيل، ولكن في لمس، في لمس شبك أو دخول ملعب، وبالتالي نقطة 10 الآن، تقلص الفارق إلى 4 نقاط. 4 نقاط هي الفاصل في عودة جامعة الحدود الشمالية للمباراة. وكرة خادعة في الشبكة، نعم كرة سهلة تعود إلى جامعة الحدود الشمالية، لاحظ الكرة سهلة، سهلة أضاها عليه الفريق، وبالتالي ستعود الآن إلى العقيل، لكن حائط الصد، حائط الصد عبدالله العقيل ينجح في الكرة الماضية، ونقطة رقم 15 كانت نقطة مهمة بالنسبة للفريقين، وإن كانت هم أكثر جامعة الحدود الشمالية. هنا استقبال، كرة سهلة، أوه لاحظ الكرة الثانية ليست اللاعب، هي كرة للمعد الفريق دائما، وفي تغيير الآن، عودة اللاعب رقم 1 من جامعة الحدود الشمالية. هنا محاولة ضربة ناجحة، نعم
ضربة من زاوية ناجحة لجامعة الحدود الشمالي 11 مقابل 16. نقترب على المنعطف الأخير من الشوط. هنا استقبال كرة سريعة. لا 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 لا, لا كرة سريعة لا هي سريعة ولا بي ولا سي ولا كرة داخل الملعب. ورقم 12 الآن في النقاط لمصلحة الحدود الشمالية الآن 12 مقابل 16. هنا استقبال ومحاولة نعم داخل الملعب هروب ناجح للاعب رقم 12 عمر المنيع من جامعة القصيم. 17-12. هنا جامعة القصيم على الإرسال. استقبال الكرة الأولى في محاولة الآن لضربة وين؟ إلى خارج الملعب. ضربة غير ناجحة بعيدة عن الملعب لمصلحة القصيم الآن 18-12. الفارق 6 نقاط وأعتقد فارق جيد في المنعطف الأخير من هذا الشوط. والجامعة القصيم تقترب من الوصول أعتقد نعم كرة أربع نعم أربع كما يشير الحكم. وبالتالي الآن تدخل المدرب يطلب وقت مستقطع لجامعة الحدود الشمالية. وقت مستقطع إذن عودة مرة أخرى بعد انتهاء الوقت المستقطع الآن 19-12. إذن الطائرة القصيم تقترب على الهبوط في المدرج الثالث وبالتالي تنهي المباراة لأنه الآن فارق أصبح 7 نقاط فارق جيد من النقاط وبالتالي تصعب المهمة على جامعة الحدود الشمالية. هنا الاستقبال الكرة الأولى والإشكالية الكبيرة بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية والكرة سريعة نعم ولكن دفاعات ناجحة هذه المرة دفاعات وحائط صد داخل الملعب نعم حائط صد النقطة 20 النقطة 20 وربط الأحزمة الآن لهبوط الطائرة القصيمية أو جامعة القصيم. هنا استقبال كرة سريعة نعم ولكن دفاعات ناجحة عبد الرحمن والدفاع مرة أخرى ينجح ضربة داخل الملعب لا بليسينج نعم وضعها داخل الملعب وراء نقطة رقم 13 7 نقاط الفارق جيد ومن صعب المهمة صعب المهمة بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية. هنا استقبال الآن كرة سريعة ولكن دفاعات ناجحة قراءة جيدة في دبل نعم كرتين في معد الفريق لعب الكرة الكرة استقرت على يده وبالتالي تعتبر حمل ونقطة 21. هنا ارسال واستقبال وضرب وين 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 بعيدة وين يا اللاعب رقم 4 والكرة الى خارج الحدود 22 مقابل 13 واعتقد استسلام تام الان. نبارك للقصيم هذا الفوز وحائط والكرة الوين لمس شبكة عند اللاعب عساف العواجي لمس شبكة وبالتالي نقطة 14-22. خلاص الشوط قرب على النهاية والمباراة فوز يعني الشوط الأول كان شهد تكافؤ كبير بين الفريقين وإن كان جامعة الحدود الشمالية كورة وين لعبها يعني في وقت غير جيد وانت بحاجة الى النقاط تلعب رسال من بعيد ونقطة لمصلحة القصيم. هنا ارسال مركز واستقبال وداخل الملعب نعم نقطة الشوط الان والمباراة عند اللاعب عمر المنيع. شوف الإعادة
استقبال غير جيد، والإشكالية الكبيرة دائما في الكرة الأولى بالنسبة لجامعة الحدود الشمالية. هنا إرسال عمر، هنا استقبال، إعداد، ومرة أخرى تعود أيضا خاطئة في حمل كرة كما يشير الحكم، كرة دبل مرتين استقرت على اليد، وبالتالي الآن مسألة وقت في اللقطة القادمة واستقبال والكرة، ولكن تعود سهلة، تعود مرة أخرى، إعداد، هذا الوين عمر السحباني، أوه عمر ينهي المباراة. مبروك، ألف مبروك لجامعة القصيم، فوز مستحق بثلاث أشواط مقابل لا شيء، وهارد لك لجامعة الحدود الشمالية في هذه اللقاء وفي بطولة الجامعات السعودية أو الدور النهائي لبطولة الجامعات السعودية على صالة جامعة الإمام محمد بن سعودية. كما بدأت المباراة حبي انتهت أيضا حبي بين شباب الجامعات السعودية، وهذه أحد الأهداف النبيلة والكريمة من هذه المسابقات. شكرا لكم مشاهدي الكرام على المتابعة، هذا محدثكم عبد الله عجلان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.